عليكم، شاكم شاتكم كم خاتكم كم لاباس. يكون نوفيل فيديو وروتين محتوفة في رمضان. كما شفتوا كما كل يوم نتوضى، نغسل سناني، نتسحر، هاد الخطرة ما تسحرش، نصلي الفجر ديالي وقبالة للخدمة. ابخي فلوتو كي ندخل للدار جاكسون كوزين. حاجة الأولى اللي درتها كي دخلت الكوزينة هي قلت نحي من طريقي شلاضة، درتها وحطيتها تبرد في الفريكو. وميم طون رحت حطيت البطاطا غليت تاع البوراك، غليتها درت لها شويه ملح وحطيتها تغلي. ومجي واحدة أخرى نقيت الخضرة باش ندير الدولمة. جبت لكم استوس مع باش الا نتوما تاني تديروها او با. انا هذيك اللي نحيها من الخضره كي فيديها سوا نديرها في الحريره كيما اليوم ما كانت عندنا، الوغ ديسيديت ندير بها كسره محشيه. الوغ حطيت كامل وش فيديت قرعه بطاطا وميم زروديه، وقطعت لها شي بصل وسلاح حبيبه طوماطيش وحطيتهم يطيبوا باش نحشي بهم الكسره ديالي. من جهه واحده اخرى جبت الرز لا فيون داشي شويه بصل، حطيت النص في الحشوه ونص درتو في القدره ديالي. زدت عليهم لي زيبيس، درت زنجبيل قزبر وشويه كركم، هذا ما كان فلفل كحل مانيش كامل طيب به، وبيان سور شويه ملح. خلطت كلش، عجنت بيدي حتى تميكسا كلش. وفي القدره ديالي حطيت البصل شويه زيت شويه ملح شويه قزبر، وهذا ما كان حطيتهم يتقلاو فوق النار. ومن بعد استفت الخضره ديالي واومام طون التكتوكه ديالي راهي طيب. كامل الخضره ديالي لتحتها ونخليها تزيد تتقلب بيان مع داك البصل حتى نشوف بلي داب كامل. ابخي راح نزيد الماء ونمرق لها ابان خيس ما طيب لي الخضره. وهنا التكتوكه ديالي كما كنتو تشوفوا اي بدات تطيب، نخليها حتى تدبل كامل هذيك الخضره. واش قاعد لي من لافاكس درتو دي بولات هكذا نرميهم مور ما طيب لي الدولمه ديالي. ومن جهه اخرى رحت نوجد لاباط تاع الكسره المحشيه. جبت هنايا زوج كيسان سميد ودرت لهم ربع كاس زيت وبستها تخي تخي بيان. ابخي زدت لها الملح والماء وهذا ما كان حتى ولات لي لاباط تكون شويه طريه باش كي نحشيها ما تتكسرليش. فتحتها كما كنت تشوفوا بيدي برك ابان فتحتها. ومن بعد ندير لها لا فارس مول ما تكون بردت تاع التكتوكه، وزدت لها هنايا كان عندي بولي زدت لها شويه وغلقت وحطيتها طيب في مطله تكون ما تلصقش ولا في الطاجين كيما حبيتو. كانت هذه هي النتيجة النهائية وهذه هي الطاولة تاعنا. كما قلت لكم ان شاء الله ما تكونوش تبذروا، الكسرة جات بزاف بزاف بنينة، مام الظلمة جات بزاف بنينة، يسوختو كي فيها الرز راح تخلينا نقصوا من الخبابز وتغمس، على بالكم بلي احنا نموتو على التغمس. بعد كي خلص رمضان نلقى روحنا بلي زدنا 5-6 كيلو غير على جر هذاك الخبز والجوازات اللي ناكلوهم وحنا نغمسو. مام الكسره محشيه الخضره اللي فيها بزاف مفيده. وكيما شفتوا درنا حريره بابا. صحه فطوركم، ان شاء الله تكونوا بخير او يجوز عليكم رمضان بالصحه والهنا.
نتلاقاو في اون اوتر فيديو ان شاء الله. ما تنساوش جيم كومونتير واشتراك اللي ما مش مشتركين تحبوا، وما تنساوش بلي انا نحبكم بزاف.